ما نفرحت بزاف لان رجع لعندنا شحال هذه عرفت لها ما قريتيش حاليا اللي عايش 20 سنه 20 سنه تقريبا 20 سنه وعبد السلام بن القايد نشر المحرر والله ادراك من المحرر هو عنده 18 سنه وانسان يمارس قصه قصيره الفنون التشكيليه الى غير ذلك حنا فرحنا بزاف فهمتيني من شفناه يعني كنا كنسميوه جاك بريفير ديال العرايش كنظن انا كان فرحان زعما هذا البيت مبيع وكنتمنى ان شاء الله فهمتيني هذا الشيء يتكرر وتبدلوا المعلومات بحال قلت الاستاذ مع هذا نهار كبير لنا والله الحمد لله.